In the name of Allah, most gracious, most merciful, أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة أهلا وسهلا بيكم في الفيديو المكمل ليونت 1 و2 و3. هنتكلم النهاردة بقى عن إزاي تحل أسئلة الاختياري. عارفين طبعا عندنا في الامتحان 30 جملة اختياري، بيبقى 15 based on grammar، 15 15 مبنيين على الاستراكشر على الجرامر، و15 based on vocab، و15 مبنيين على الكلمات. نص الاستماع والقراءة بتاعك خدناه في الفيديو اللي فات، وحضرتك المفروض حفظت الكلمات كويس قوي واللانجوج نوتس والفنيات اللي انا اتكلمت عليها كويس، هتقدر تحل دلوقتي. تعالوا هنحل مع بعض جمل كتاب المدرسه الورك بوك والستودنت بوك كامله، ثم جمل اللونج مان. لو ركزت معايا كده في اللي هنعمله دلوقتي، هنحل جمل وشوف احنا هنحلها ازاي. عايز تركيز بعد اذن حضراتكم. الجمل اللي قدامك دي هي جمل الورك بوك وجمل الستودنت بوك. هقرب لك الصوره عشان يبقى الكلام واضح بالنسبه لك اكتر، كمان ممكن كده يبقى الصورة اكثر وضوحا. هنتكلم دلوقتي عن يونت 1 كلمات الوحدة الاولى. اول جملة طبعا بيبقى عندنا اختيارات، كل جملة بيبقى ليها 4 spaces، 4 4 multi choice، 4 اختيارات متعدد، بيديك فراغ واحد انت بتختار اجابة واحدة. مش مسموح لك في الامتحان انك تختار اكتر من اجابة، مفيش حل اخر في الاختياري. اول جملة my A types what I write onto the computer. ال A بتكتب what I write اللي انا بكتبه على الكمبيوتر. طيب هنا دي معناها يكتب على آلة كتب او الجهاز، رايت هنا بكتبه بايديا، يبقى مين يا ترى اللي بيكتب لي؟ سكرين الشاشه ولا سكرتيريا للصفه من سكرتيره، ولا سكرتيري السكرتيره او السكرتيره، ولا سكرت السر؟ طبعا ماي سكرتيري. ما انساش ان ماي دي صفه ملكيه، بيجي بعدها اسم. الاسم اللي عندي هنا هو كلمه سكرتيري، السكرتير او السكرتيره. نمبر 2 ماي اي انسيستس ذات اي سند ايفرثينج از ان ايميل اتاتشمنت. قلنا برده ماي عايزه بعدها اسم، كلهم اسم هنا. My A بيصر على ان انا ابعت كل شيء كاتاتشمنت كمرفق الايميل، طبعا My Publisher شركة النشر. عندي معلومة مهمة قوي، كلمة insist that لما بيجي بعدها فاعل بجيب يا مصدر يا شذو المصدر. حتى يا مستر لو أي هي كانت هي أو شي، حتى لو الفاعل اللي قدامك ده اسم مفرد، هتجيب لي بعد insist that و recommend that دايما الفعل في المصدر أو شذو المصدر. نمبر 3 يحيى حق graduated not low. خدنا وقلنا graduate ممكن في from وفي in. graduate from لو بعدها المكان، graduate in لو بعدها التخصص. في هنا له القانون يبقى graduated in. I have tried using a computer. لقد جربت استخدام الجهاز الكمبيوتر. but it not me a headache. ولكنه سبب لي صداع. مين يا ترى اللي بيسبب لك صداع؟ استخدام الكمبيوتر، يبقى give me a headache. قلنا مع الصداع بجيب give. that author's books كتب المؤلف are successful كتب ناجحة. So I think that he will easily find. لذلك اعتقد انه هيلاقي هيلاقي مين للكتاب اللي جاي؟ اكيد هيلاقي protection حماية، ولا supporting دعم، ولا publisher ناشر، ولا publication نشر. طبعا هيلاقي publisher شركة نشر دعمه. early black and white photos الصور الابيض واسود ايام زمان. show people كانت بتوضح الناس وبتعرض الناس. in not clothes in old fashion في ملابس موضتها قديمه. تتفرج كده على الصور بتاعت الحاج والحاجه، والدك والدتك، تبص تلاقيهم ما شاء الله بيبقوا لابسين لبس جامد قوي، يعني تلاقي البنطلون كده مرفوع لحد فوق، وتلاقي يقول لك ده كان اشيك لبس في وقتها. طبعا احنا عارفين ان ده كان اشيك لبس في وقتها، واحنا قدام لما نكبر برده اولادنا هيقولوا على اللبس اللي احنا لابسينه ده ان هو اولد فاشن. العمر لما بيتقدم والدنيا بتتغير، اي حاجه بتصبح اولد فاشن. فالصور القديمه بتاعت اجدادنا هنلاقيها دايما صور اولد فاشن. واللي يدل لك على ده قال لك بلاك اند وايت فوتوز، الصور الابيض واسود ايام زمان. ذا سان الشمس بتبقى ات اتس سترونجست في اقوى درجه ليها فيه، طبعا الميد داي منتصف النهار. اي دونت ريلي هاف انا ما عنديش اي ديورنج هوليديز، ما عنديش روتين او نظام شخصي، انما ده الروتين الحكومي. ماي فريند وان برايز صديقي فاز بجائزة. in a not competition في مسابقة A poetry اللي جابه letter A بحرف A في مسابقة شعر. I sent an email أنا بعت email with two جملة كررت كتير في ثانوية عامة attachments مع اتنين من المرفقات. number 11 a not is someone who produces books newspapers or magazines. مين هو الشخص اللي بينتج كتب وجرايد ومجلات؟ اللي بينتج هو الببلشر، إنما الجورناليست ده اللي بيكتب، الإديتور ده رئيس التحرير، الإلستريتر ده اللي هو الراجل اللي بيرسم الكرتون، لكن الببلشر ده المسؤول عن النشر نفسه. I really enjoyed this book. أنا استمتعت فعلا بالكتاب ده. It's written in a very simple. It كتب very simple style بأسلوب بسيط. Letter B
ستيل الاولى معناها الحديد والصلب، ستايلش معناها ذو اسلوب او ذو اناقه، ستيم ده البخار. يحيى حقي came from a very poor، يحيى حقي اتى من very poor a district، من مقاطعه او حي او منطقه. ما انساش ان الانستيتيوت الاخيره يعني معهد، ديستيتيوت يعني موعد دم او فقير جدا، ديستنيشن الجهه او المقصد. يبقى الاجابه لتر سي. My brother اخويا wants to be a lawyer، عايز يبقى محامي when he graduates لما يتخرج. So he's studying، عايز يبقى محامي. يبقى هيدرس ايه؟ الطب ولا القانون ولا اللغه الانجليزيه ولا الرياضيات؟ طبعا لو القانون. مجدي يعقوب was one of the first heart transplant، مجدي يعقوب واحد من اول ترانسبلانت ايه؟ pioneers، رواد زراعه القلب. operations دي معناها عمليات، beliefs دي معناها عقائد، surgeries دي معناها جراحات، لكن الراجل ده transplant pioneer، رائد في جراحه القلب. In my grandfather's village، في قريه جدي، they will still follow، ما زالوا يتبعوا the same traditional، قلنا عادة دولة أو عادة مجتمع، يبقى customs. التانية دي معناها ملابس تنكرية. habitats دي معناها مواطن أو بيئات. علي's cousin، ابن عم علي، إيه؟ and can't walk، ولا يستطيع أن يمشي. يبقى الإجابة طبعا disabled، غير قادر، اللي هو عنده إعاقة. لو جينا نروح برضو بعد كده للجملة اللي عليها الدور وشفنا number 18. My sister loves the clothes، أختي بتحب الملابس، and buys، وبتشتري very nice dresses. أختي دلوقتي هتشتري ملابس إيه؟ موضة قديمة ولا جديدة؟ أكيد fashionable. يحيى حقي graduated in law، يحيى حقي اتخرج في القانون. So his first job was as، لذلك أول وظيفة بتاعته كانت a lawyer، لأن الراجل ده درس قانون. politician دي سياسة، layer دي طبقة، أسر دي مؤلف. My parents، والديا، gave me a lot of modern short stories، قلنا مجموعة من نفس النوع، يبقى collection. يحيى حقي was an 20s، A20s دي المفروض A. يحيى حقي was a 20th century، ها كان شغال ايه؟ writer. fighter دي معناها محارب، write دي بتيجي مع كلمة playwright، يبقى كاتب مسرحي. customer دي زبون، لا طبعا الراجل ده كان writer. My mother، والدتي، not that children learn is best by playing games، والدتي ايه؟ ان الاطفال بيتعلموا افضل عن طريق الالعاب. يبقى my mother believes، my mother subject فاعل، يبقى انا عايز فاعل. والدتي بتحقق ولا تخدع ولا تؤمن؟ تؤمن طبعا بان الاطفال يتعلموا عن طريق الالعاب. although، بالرغم من ان، طبعا هنا في تناقض. although نوال has not، she is very good at sports، بالرغم من ان نوال عندها ايه؟ ولكنها شاطره في الرياضه. طبعا disability، ايه الفرق بين disability و inability؟ disability دي اعاقه، حد مثلا رجله مقطوعه، حد عمل حادثه، عنده اصابه. لكن inability عدم القدره على فعل شيء، ما بعرفش اتكلم اسباني، ما بعرفش اتكلم الماني كده، دي اسمها inability. يبقى inability عدم القدره، ما بعرفش اطلع شجره، ما بعرفش اتنطط، ما بعرفش اجري بسرعه، inability. لكن disabled عندك اعاقه جسديه. لو كملنا مع بعض، they have just received this photo، تلقوا هذه الصورة as an email attachment، للمرة الثالثة. my daily A، ال A بيبدأ الساعة لما المنبه goes off، خلي بالك المصطلح ده goes off يعني المنبه بيشتغل مش بيطفي. لما المنبه بيشتغل الساعة 6:30 يبقى my daily routine. this author، هذا المؤلف، uses long complex sentences، بيستخدم جمل طويلة معقدة. هذه المؤلفة بتستخدم جمل طويلة معقدة، يبقى that's her style، يبقى ده اسلوبها في الكتابة مش ده الروتين. روتين ده حاجة بتعملها أكتر من حاجة متنوعة، لكن ستايل ده شكل معين ليها في الكتابة. When the knot requires you to follow a rule you can receive a penalty، عندما إيه يتطلب منك أن تتبع قاعدة فأنت تتلقى عقوبة. penalty يعني عقوبة، if you disregard it، لو أنت تجاهلتها. يبقى مين اللي بيأمرنا بده؟ اللو، القوانين. You can't compare، لا يمكنك أن تقارن، the not of watching live theater، لأنك تشاهد مسرحية مباشر أو مسرح مباشر، with watching a film، بمشاهدة الفيلم. طبعا you can't compare the experiment، التجربة العلمية، ولا الشرح والتفسير، ولا استكشاف، ولا experience. experience هنا معناها تجربة. محدش يقدر يقارن إن أنا أروح أتفرج على مسرحية في المسرح بس مباشر، وأتفرج وأشوف الممثلين قدامي، وإن أنا أروح أتفرج على فيلم. لا طبعا. يبقى هنا طبعا الإجابة هتكون experience، ودي معناها تجربة حياتية. with his book، بالكتاب بتاعه، the country of men، دولة الرجال. هشام مطر has become، هشام مطر أصبح a author، طبعا أصبح established author، مؤلف مرموق. قلنا established هنا صفة معناها مرموق.
some Egyptian industries بعض الصناعات المصرية are not as not as they were in the past. ليست إيه كما كانت في الماضي. بعض الصناعات المصرية ليست competitive. ليست تنافسية مثل ما كانت في الماضي. خلاص ما عادتش. ما عادش في تنافس بينها. زي أيام زمان. طبعا ما ينفعش أقول عليها محترمة يعني. Respectful ده حسن الزنقة. He not London in 2010. هو إيه لندن سنة 2010. طبعا دي جملة من جمل ال grammar in 2010 in السنة الماضية دي past simple الماضي بسيط يبقى he visited. تمام؟ لو رحنا مع بعض لي unit 2 الفوكاب من اول جملة number 51 51 عبد التواب يوسف. طبعا اللي شفناه كلنا في النص الاستماع والقراءة الراجل اللي هو an Egyptian writer an Egyptian teacher المدرس المصري عبد التواب يوسف من الناس المهمة جدا اللي خدناهم. يا ريت لو انت تقدر تاخد نص الاستماع والقراءة سريعا ماشي ما قدرتش هتكتفي باللي احنا بنعمله. عبد التواب يوسف ايه at the University of Ohio ايه في جامعة Ohio in America about the importance of Arabic literature. عبد التواب يوسف lectured حاضرة في جامعة Ohio. A ولا A not is an organization of people with particular purpose of interest. ايه هي منظمة ومجموعة من الناس لها غرض معين. Association مهمة جدا جدا كلمة association. تنفع تبقى charity تنفع تبقى charity. Students at school الطلاب في المدرسة need to have محتاجين يبقى عندهم وقت for relaxation للاسترخاء and will influential activities الأنشطة التأثيرية ولا الجنتل اللطيفة ولا polluted الملوثة ولا cultural الأنشطة الثقافية طبعا cultural. ناخد اللي بعده عبد التواب يوسف studied عبد التواب يوسف درس A science درس العلوم السياسية يبقى political عشان دي الصفة political science ده politician دي الشخص يبقى الإجابة political letter D. And what is a government department هي مؤسسة حكومية أو قسم حكومي بيكون responsible for مسؤول عن المناطق of government خاصة بالعمل الحكومي such as health مثل الصحة والتعليم. طبعا دي الministry الوزارة هي قسم من أقسام الحكومة مسؤول عن الصحة والتعليم وزارة الصحة ministry of health وزارة التربية والتعليم ده ministry of education. Parents الآباء shouldn't not their children مهمة الجملة دي الآباء لا يجب أن spoil لا يجب أن يدللوا أبنائهم. عبد التواب يوسف traveled to many countries عبد التواب يوسف سافر لدول كتير to study children's عشان يدرس children's إيه capture يأسر culture الثقافة architecture الفن المعماري ولا agriculture الزراعة طبعا culture ثقافة الطفل. 58 جملة 58 Anwar is responsible for writing emails مين هو الشخص المسؤول عن كتابة الإيميلات والرد على المكالمات التليفونية طبعا محتاج وظيفة as a secretary. أوكي نروح للجملة نمبر 59 59 Anat is responsible for the people he or she represents and sometimes for making new laws الشخص المسؤول عن الناس اللي هو أو هي بيمثلوهم وأحيانا بيقدم قوانين جديدة طبعا ده وظيفة البوليتيشن الرجل السياسي اللي بيمثلنا في مجلس الشعب. A teacher is responsible for teaching students. المدرس مسؤول عن تدريس الطلاب and also for not in classroom. ومسؤول عن الايه في الفصل discipline الانضباط مهمة. A writer is in charge of مسؤول عن وخلي بالك معايا بقى كده in charge of يعني in charge of مسؤول عن بتساوي responsible for يبقى responsible عايزة for in charge عايزة of في بقى كلمة اسمها charged with دي متهم بي نكمل. I give myself goals أنا بدي لنفسي أهداف وبحدد أهدافي and not how to achieve them and plan طبعا التالتة وبخطط. A teacher should be المدرس يجب أن يكون إيه and strict طبعا fatherly لازم يكون أبوي and strict يعني لازم يكون طيب معانا وفي نفس الوقت صارم يعني ما بيسمحش بالغلط لكنه راجل فضالي أبوي بيحبنا بيهزر معانا لكنه في نفس الوقت في الغلط لازم يزعل اللي قدامه. A teacher is thought to be مصطلح مهم is thought يعني يعتبر المدرس يعتبر like societies ها engineer طبعا هو مهندس المجتمع هو المسؤول عن كل حاجة في المجتمع المدرس هو صانع الطبيب وصانع الضابط وصانع كل الأشخاص فلازم يبقى هو الانجينير حدش يقول لي دنتست طبيب اسنان ولا تكنيشن فني ولا اوكي لسه طبيب عيون لا ده هو الانجينير. A teacher is like the knot of the earth مهمة is like the layers مثل الطبقات طبعا التالتة دي layers دول معناهم الكذابين losers دول معناها المهزومين او الخسرانين.
If a teacher has all the not to be a good teacher, لو المدرس عنده ايه لكي يكون مدرس جيد, he or she doesn't need to worry, يبقى هما مش محتاجين يقلقوا. لازم المدرس يكون عنده ايه يا جماعه؟ الكواليتيز, السمات, الهدوء, الابوه, الاخلاق, الصرامه, الحكمه, كل دي كواليتيز. letter D الاخير, someone who makes sure, الشخص اللي بيتاكد من ان الناس دايما بتطيع القوانين والاوامر, and doesn't let people, ولا يسمح للناس بالتصرف بشكل سيء, الراجل ده بنقول عليه انه راجل strict, صارم. not is the practice of making people obey, ايه هو الحاجة المسؤولة عن جعل الناس يطيعوا القوانين والاوامر؟ طبعا ده تعريف الروتين, اجابة غلط, ولا سيستم النظام, ولا رجيم النظام, ولا ديسيبلين الانضباط. طبعا ده الديسيبلين الانضباط هو الممارسة الخاصة بجعل الناس يطيعوا القوانين بتاعتهم. A person, الشخص who looks after animals, الشخص المسؤول عن الاعتناء بالحيوانات يسمى vet, الطبيب البيطري. 70, we not to go to Greece for holidays next year, احنا لازم نروح اليونان للاجازة السنة الجاية, يبقى we plan, احنا بنخطط للذهاب لليونان. plan 2 يخطط لي, قلنا plan 4 اجيب بعدها اسم, plan 2 اجيب بعدها مصدر. the tourists, السائحين, sat by the pool, جلسوا بجوار حمام السباحة, and not the sun, and phased, وتعرضوا للشمس, واجهوا الشمس, phased letter C. the teacher, طبعا لوك دي الاولى غلط, عايزة حرف جر. the teacher, المدرس, not to know why the students were all late, the teacher demanded to know, طلب ان يعرف. denied التانية أنكرة, ودي بيجي بعضها NG, resigned استقالة, وديزايند صممة. let's play a game, هيا بينا نلعب مباراة أو لعبة, in the not between lessons, نلعب فين؟ in the break, في الفسحة, letter B الأخيرة بارك دي اللحاة. phone me, اتصل بيا بعد المدرسة, and we can have a not about the weekend, ممكن نقعد نعمل مع بعض إيه؟ a chat, يعني إيه chat؟ دردشة, حوار. شوت التانية دي معناها لقطة أو طلقة, شير معناها حصة أو نصيب أو يشارك, تشن الأخيرة يعني ذقن, الدقن بتاعت الإنسان, يبقى الإجابة تشات. I ran 14 kilometers, أنا جريت لمدة 10 لمسافة 10 كيلومترات yesterday, and now my legs, ودلوقتي رجليا, كلمة مهمة ache, التالتة تؤلمني. If you make someone stop giving their opinions, لو أنت بتمنع الشخص أن هو يعطي رأيه, يبقى أنت بتعمل فيه إيه؟ silence, بتسكته. 77, not means when you let a child do whatever they want with the result that they behave badly, معنى انك انت تترك الطفل يعمل اللي هو عايزه والنتيجة بتكون ان هو بتصرف بشكل سيء, انت كده spoil, letter B, بتفسده. 78, a not is one of several levels of different materials that are on top of each other, مجموعة من المستويات محطوطة كلها فوق بعضها, يبقى دي تعريف layer, الطبقة, letter B. A not behavior is typical of a kind concerned father, هو سلوك خاص بأب معين, ده fatherly, الأبوة. تمام, لو رحنا بعد كده للجملة اللي عليها الدور number 80, someone who is quiet, الشخص اللي بيكون هادئ, and doesn't often laugh, وما بيضحكش غالبا, بيكون راجل serious. نروح لـ Unit 3, الوحدة التالتة. في Unit 3 نشوف مع بعض الجمل اللي هنحلها هتكون شكلها ايه ونبدأ. Number 1, I am researching volcanoes, أنا أقوم بعمل بحث علمي عن البراكين. So I know some information from a website, في preposition أنا حرف جر from, يبقى I downloaded, أنا حملت ونزلت معلومات. I took a great photo of the pyramids, أنا التقطت صورة رائعة للأهرامات. And I'm not it onto a website, وأنا بعمل إيه دلوقتي في الويب سايت؟ أنا اللي صورت, يعني الصورة معي على الموبايل, حطها دلوقتي على موقع, يبقى أبلود, عندي على الموبايل برفع فوق, يبقى أبلود. لو هي كانت على الإنترنت وأنا بنزلها يبقى داونلود, يبقى الإجابة أبلود, وخلي بالك في معها onto. I love books, بحب الكتب, so I often buy them, لذلك أنا بشتريهم, أكيد طبعا online من على الإنترنت. I can't buy anything, لا يمكنني أن أشتري أي شيء on the internet because the computer is, مش هقدر أشتري أي حاجة من على الإنترنت لأن الكمبيوتر بتاعي دلوقتي offline, مش متصل. My mother has a special knot for cutting vegetables, ماما عندها جهاز إيه لقطع الخضروات, يبقى الإجابة gadget الأخيرة.
اول كلمه بادجت يعني ميزانيه، تالت كلمه ماشينري يعني الات، ودي كلمه لا تجمع، يبقى الاجابه جادجت لتر دي. علي is really not about، في about حرف الجر اهو ما تتعبش قلبك، is really enthusiastic، وهنا في verb to be يبقى انا عايز صفه، يبقى علي بيكون متحمس للدوره الجامعيه. 107 107، I'm going to not some information from the internet، انا سوف ايه بعض المعلومات من الانترنت، يبقى في from يبقى download. The television is not on، التلفزيون مش شغال. Can you press the، ممكن تضغط على the button. This novel، هذه الرواية is not a، ليست a كإيبوك ككتاب إلكتروني، ممكن you will be able، سوف تقرأها السنة الجاية إن شاء الله، يبقى is not available. 110، the best thing about، أفضل شيء عن a is that you can carry a whole library، إنك تقدر تشيل مكتبة كاملة معك and read it at any time، وتقرأها في أي وقت، ده تعريف البيبر باك، الكتب الورقية. My father، والدي is a football enthusiast، letter C، طبعا enthusiastic صفة عايزة about، enthusiast ما بيجيش بعدها حاجة، enthusiastic عايزة about أو عايزة اسم وراها، لكن enthusiast ما بيجيش وراها اسم football enthusiast. The play، المسرحية very popular مشهورة، you had better، had better بيجي بعدها المصدر معناها يجب عليك، you had better check the، يجب عليك أن تتأكد من the عايزة اسم، يبقى the availability من الإتاحة. The secretary hasn't a the report yet، السكرتيرة لم a التقرير بعد، hasn't typed، لم تطبع ولم تكتبه. I wanted to complain to the manager، أنا عايز أشتكي للمدير of the shop بتاع المحل، but he was، ولكنه كان unavailable، العكس بتاع available كان غير متاح، letter C. My first computer didn't work، أول جهاز كمبيوتر اشتريته ما كانش شغال، so they sent me، عشان كده بعتولي إيه؟ أكيد طبعا بديل، replacement، اخر كلمة compliment يعني مجاملة. The air، الهواء is cleaner now، الهواء دلوقتي اكثر نقاء، because there has been a، لان في a in the use of cars، لان دلوقتي اصبح في reduction، انخفاض في استخدام السيارة. My exam results، نتائج امتحاناتي were a to my brothers، they were almost the same، تقريبا كانوا نفس الشيء، were comparable. After the storm، بعد العاصفة، workmen، الشباب العمال، not a lot of sand from the roads، العمال عملوا ايه؟ الرمال من الطريق، removed، ازالوا، شالوا الرمال. Before you can cook these beans، بيقول قبل ان تستطيع ان تطبخ الفول ده، you have to، يجب عليك ان not them for 3 hours، you have to soak، يعني soak، تنقعهم لمدة 3 ساعات. الجملة نمبر 120، نشوفها كده مع بعض. The story is an interesting A of fact and fiction، جملة مهمة، القصة هي interesting mixture، خليط. 121، you can A white shirt، يمكنك A القمصان البيضاء لكي تجعلهم يبدو بشكل رائع، bleach، تبيضهم. There has always been، كان يوجد دائما، a lot of A between Egypt and Europe، دائما في A بين مصر وأوروبا، في دائما trade، يعني trade، تجارة. 123 123، a knot is around the piece of wood، قطعة مستديرة من الخشب أو الميتال أو المعدن، that can be rolled، ويمكن أن تلف، دي اللي اسمها رولر، التانية لتربيع الاسطوانة. A large book، كتاب كبير، contains، بيحتوي على facts، حقائق يسمى، يبقى ده الانسايكلوبيديا، طالما قال large يبقى انسايكلوبيديا. Most magazines، معظم المجلات، and newspapers والجرايد، are made from، مصنوعة من recycled paper، الورق المعاد تصنيعه بحرف C، letter C. منى not all her blouses، منى ايه كل البلوزات بتاعتها، before she wears them، قبل ان ترتديهم، يبقى دايما presses، letter B معناها بتكويهم، press معناها يضغط او يكوي او الصحافة. Are you planning to not these plastic balls، هل انت تخطط انك تعمل ايه في هذه الزجاجات البلاستيكية؟ Are you planning to recycle، تعيد تصنيع these plastic bottles. Not is a way to reuse materials such as paper and glass rather than throwing them away،
ايه هي طريقه لاعاده استخدام المواد والورق والزجاج بدلا من ان ترميه؟ يا ترى بريسنج الكوي ولا بليتشنج التبييض ولا ميكسنج الخلط ولا الاجابه اللي مش موجوده؟ اكيد الاجابه اللي مش موجوده اللي هي ريسايكلينج، ده تعريف اعاده التصنيع. I like that photograph on your computer. انا عجباني قوي الصوره دي على your computer. ايه؟ front film glass ولا الاجابه اللي مش موجوده؟ عجباني الصوره اللي على ايه بتاعت الكمبيوتر؟ screen الشاشه. Reham has a lot of not as well as hard packs. Reham معاها كثير من الايه مثل بالاضافه للكتب المجلدات in her library في المكتبه بتاعتها. يبقى عندها كثير من paper packs الكتب الورقيه. ودي كانت اخر جمله في الجمل الخاصه بكتاب المدرسه. تعالوا دلوقتي ناخد مع بعض اخر 45 اخر 45 جمله في اللونج مان الخاصين باللونج مان. الجمله نمبر 1. I sent a photo. هتلاقي بقى في جمل كتير متكرره من اللي احنا خدناه. ده بقى المستوى اللي بعد كده، انت بتدرب نفسك على جمل كتاب المدرسه وتدرب نفسك على المستوى الاعلى. انا بعت الصور بتاعتي as an email كايميل. طبعا الاجابه attachment. يعني ايه attachment؟ كمرفق للايميل. يبقى الاجابه بليتر A. نمبر 2. Young writers الكتاب الشباب find it difficult to have يجدوا صعوبه ان هم يجدوا ايه لزير ستوريز؟ اكيد publisher ناشر او شركه نشر. Young people الشباب الصغير like to wear بيحبوا يلبسوا ايه كلوز؟ سيبك تفكر old fashioned old fashioned unfashionable ولا fashionable؟ طبعا الاجابه بليتر دي fashionable. نمبر 4 الجمله الرابعه. My mother has a not والدتي عندها a في قبل not a يبقى انا عايز اسم يبقى a belief ايمان. نمبر 5 a person who can't use part of his or her body الشخص اللي مش قادر يستخدم جزء من جسمه يبقى يسمى ايه؟ طبعا letter a disabled. يحيى حقي qualified in يحيى حقي تأهل فيه عايز اجيب بعدها التخصص بتاعه واشتغل لفتره as a lawyer كمحامي طالما محامي يبقى الراجل ده خريج ايه؟ law قانون اللي هي بليتر دي مش ليتر سي. لوز دي القوانين يبقى كواليفايد ان لو في القانون التخصص نفسه. يحيى حقي was one of the not of modern Egyptian literature. افتكر بقى one of دي بيجي بعدها اسم جمع يبقى pioneers ليتر A. يحيى حقي first novel اول روايه ليحيى حقي not him as one of the great short story writers established اسست له اسما جعلت له مكانا مرموقا. يحيى حقي wrote a note of short stories. يا ترى يحيى حقي كتب ايه من القصص القصيره؟ ها؟ reflection ولا collection ولا selection ولا correction؟ الاجابه collection. The novelist الروائي not an important prize. ايه جايزه مهمه ل his last novel؟ يا ترى اجابتك ايه؟ الروائي جايزه، جايزه ده شيء مادي يبقى الاجابه 1. بيت طبعا فريق يهزم فريق. او شخص يهزم شخص. The postman ساع البريد was not ده اسم قصة was into a successful film was made into تم تحويلها الفيلم. My friend tried to make me change my mind صديقي حاول يخليني اغير رأيي ولكن I انا ايه resisted قاومت insisted اصريت persisted اصريت consisted يتكون من طبعا insisted صح و persisted صح لكن هنا في preposition on مين يا ترى بياخد on insist ولا persist؟ نرجع مع بعض اللي خدناه insist. يحيى حقي wrote about Arab society. يحيى حقي كتب عن المجتمع العربي and وايه كمان؟ and customs والعادات. ده هنا معنى عادات وجمالك. Ministry of Education وزارة التربية والتعليم plans for بيخطط لي developing education تطوير التعليم. أحلى تطوير تعليم. 15 scientists have a great العلماء لديهم a great وافتكر معايا وخليك عينك معايا هنا بقى كده a great a a great effect ايه اللي عرفك ان هي effect؟ اولا في قبل النقط في a ثانيا في بعد النقط حرف جر اللي هو on. نروح مع بعض لـ unit 2 الخاصة بالفوكاب بالكلمات. unit 2 a week old moon قمر looks like القمر اللي مدته اسبوع او اللي عمره اسبوع ويك كده معناه اسبوع. القمر اللي عمره اسبوع لوك لايك بيبقى شبه الايه؟ السيمي سيركل.
يعني نصف دايرة أو شبه دايرة. عبد التواب يوسف started studying، بدأ يدرس. أنا محتاج يدرس إيه؟ محتاج علم الدراسة. يا ترى بوليس ولا بوليتيشن ولا بوليسي ولا بوليتكس؟ أيوة سامع حد بيجاوب أهوت، أيوة بوليتكس السياسة. عبد التواب يوسف، عبد التواب يوسف is a children's cultural association in 1968. عبد التواب يوسف ايه الجمعية الثقافية للأطفال؟ بلت بنا لا ولا أسسة؟ طبعا الجمعيات بتؤسس، يبقى set up. وطبعا الماضي من set present to past. عبد التواب يوسف not in 1950. عبد التواب يوسف تخرج سنة 1950، ها graduated in، وعمل في وزارة التربية والتعليم. عبد التواب يوسف wrote about important. عبد التواب كتب عن important not and the people in the world. important ايه؟ essays مقالات ولا incidents احداث في قصص ولا events احداث مهمة ولا accidents حوادث. الراجل ده كتب عن events. عبد التواب يوسف won فاز بميني ايه for his work. فاز طبعا بawards جوائز رسمية، طبعا gifts دي هبات او منح. people have translated يوسف's books. الناس ترجمت كتب يوسف into many languages، الى لغات كثيرة، ها including مشتملا على، كان اصلها يا اولاد which include والتي تشتمل على. افتكر كلمة including دي معناها مشتملا على، كان اصلها which include، بشيل الرابط لما بيجي بعديه verb عادي واحط الverb plus ing. الجملة اللي بعدها عبد التواب يوسف not at University of Ohio، يبقى lectured at، حاضرة في جامعة اوهايو. في lecture on بيجي بعدها الموضوع اللي بحاضر بخصوصه، لكن lecture at بيجي بعدها المكان. عبد التواب يوسف جملة مهمة died mad in 2015 aged عن عمر يناهز. جملة مهمة ومتوقعة في الامتحان ان شاء الله، aged عن عمر يناهز 87 سنة. هي كان اصلها when he was او at the age of، يبقى نفتكر at the age of بتساوي كلمة aged بتساوي كلمة when he was والعمر بتاعه. number 10 our teacher deals with us، المدرس بتاعنا بيتعامل معانا in a not way، خدناها in a in a fatherly way، بطريقة ودودة زي كده. وكلكم عارفين ان انا بتعامل معاكم دايما بطريقة ودودة، لدرجة ان كل واحد فيكم ليه اسم، وكلنا عارفين الناس اللي ليها اسامي عندنا، وكلنا عارفين الناس اللي انا بعزها كويس. بس بما اننا لايف يعني، وبما اننا في فيديوز مش هنجيب سيرة حد النهاردة يعني، نكمل. يبقى الإجابة فضلي a teacher، المدرس is like the knot of the earth، حلناه layers طبقات الأرض letter A. don't give your children all that، ما تديش لأولادك كل ده، زي كل اللي هما محتاجينه. so as not to، لكي لا إيه؟ spear يعني رمح، spare وقت فراغ، أو معناه قطع غيار، spoil يفسد ولا spill يتهجى. ما تديش لأولادك فلوس كتيرة ولا تديهم كل اللي هما عايزينه عشان ما تبوظهمش، ما تدللهمش. A good teacher، المدرس الجيد، should not his students in a friendly way، المدرس لازم ايه الطلبة بتوعه بطريقة ودية، silence يسكتهم، يقعدهم ساكتين ملتزمين بس برضو بشكل محترم. To achieve greater results، لكي تحقق نتائج أعلى، a teacher should not his students، المدرس لازم يعمل ايه في الطلبة بتوعه؟ discourage يحبطهم، ولا بولي بلطج عليهم ويديهم على قفاهم، ولا ستوب يمنعهم، ولا ديسيبلين يهذبهم زي ما انا بعمل كده بالظبط. كل واحد انا عارف عنه حاجه فانا كده ديسيبلين بهذبه معايا دي مرداش ولا ايه؟ طيب شكسبير، شكسبيرز بلايز، مسرحيات شكسبير هاف بين فيري، مسرحيات شكسبير كانت دايما فيري ايه؟ في هنا فيرب تو بي، يبقى انا عايز ادجكتيف، يبقى انفلوينشال مؤثره. اخر حاجه في حصه النهارده يونت 3 الوحدة الثالثة، نص الاستماع والقراءة الخاص بـ Unit 3 الخاص بالفوكاب. The television is not on، التلفزيون مش شغال. Can you press، ممكن تضغط على الايه؟ باتل المعركة، باتم الزرار، ولا بوتم القاع، ولا باتم؟ طبعا الإجابة باتم. E-books، الكتب الإلكترونية are، أنا نفسي بقول إلكترونية، يبقى الإجابة بتاعتي electronic، اوعى تغلط وتقول electric. An epoch reader، طبعا في فرق بين electric والالكتريكال، electric والالكتريكال الاثنين دول معناهم كهربي، حاجات خاصة بالكهرباء، دي محتاجة كهرباء عشان تشتغل زي الأجهزة. electrical له علاقة بالكهرباء زي electrical engineer، مهندس كهربائي مثلا.
an epoch reader. جهاز الايبوك is a small, هو small ايه؟ طبعا small computer, جهاز كمبيوتر صغير. Do you think publishers, هل تعتقد ان شركات النشر will ever sell for a traditional books with epochs to keep the environment, للحفاظ على البيئة؟ هل تعتقد ان شركات النشر سوف replace, سوف تستبدل الكتب الإلكترونية دي, سوف تستبدل الكتب التقليدية بكتب إلكترونية لكي يبقى البيئة نظيفة؟ أعتقد. Before people could use papyrus, قبل أن يستخدم الناس papyrus ورق الإيه؟ الباردي. Papyrus ده ورق الباردي. They not the leaves of the grass, هما بيعملوا إيه في الأوراق؟ soaked ولا squeezed, نقعوا ولا عصروا ولا بياضوا ولا ضغطوا؟ هما عملوا إيه في أوراق الشجر؟ in water. طالما هنا in water في المية, in water هي دي اللي خلتني أخد الإجابة بتاعتي يبقى soaked, عشان المصطلح اللي احنا واخدينه soak in water اللي هو ينقع في المياه. epochs الكتب الإلكترونية will be good, ستكون good إيه؟ شطرة في البيئة ولا مفيدة للبيئة ولا طيبة مع البيئة ولا جيدة في التعامل مع البيئة؟ طبعا الإجابة الكتب الإلكترونية good for, يعني مفيدة. number letter B طبعا. أحمد likes football and tennis, أحمد بيحب كرة القدم والتنس. in addition, بالإضافة, he is a squash, قلنا مين اللي ما بيجيش بعد اسم فيهم؟ enthusiast, عشان هو ده الشخص الحماسي بتاعنا. بالليتر بي. 8. we not clothes, احنا ايه الملابس؟ مش حاجة اسمها clothes خالص. we not clothes to make them whiter, عشان نخليهم whiter, ابيض, ابيض زي تيشيرت نادي الزمالك كده, يبقى we bleach, بنبيض. الناس اللي عصبها بتتعب ساعة ما بتسمع اسم نادي الزمالك, ياريت يهدوا على نفسهم شوية. نكمل. 9. not was a type of tall grass, نوع من انواع النبات الطويل, that grew in the Nile, طبعا papyrus, papyrus اللي هو ورق الباردي. 10. how can I not this stain, stain ده معناه الدهان, كيف استطيع ان ايه هذا الدهان من فضلك؟ يبقى remove, ازيل. letter C. the letters EKP, الحروف EKP are short for, short for يعني اختصار لي, اكتبها عندك, اختصار لنوع knowledge bank, خدناها في الفيديو اللي فات, Egyptian knowledge bank. who first not paper, مين اللي ايه الورق؟ الورق خدناها, قلنا يا media invented, who invented. in the past, في الماضي, people made paper, الناس made paper, صنعت الورق, not cotton, made paper not cotton, قبل الصناعة كان قطن, بعد الصناعة بقى ورق. اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير, يبقى made from, يبقى الإجابة بتاعتي from letter D. to not is to push something firmly against the surface, ايه معناها؟ انك انت تضغط على شيء بقوة, against the surface, ضد السطح بتاعه, انك تضغط على حاجة بشكل كبير جدا على السطح الخارجي, يبقى انت كده بتعمل press. اخر جملة في حصة النهاردة. my sister didn't show any kind of, اختي لم تظهر اي نوع من انواع, of حرف جر عايزة بعدها اسم, اختي لم تظهر اي نوع من انواع المتحمس ولا حماسي ولا الحماس نفسه, يبقى enthusiasm الحماس. ودي كانت اخر جملة النهاردة في الحلقة بتاعتنا او في الفيديو بتاعنا الخاص ب يونت 1 و 2 و 3. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم, اتمنى ان الناس تكون التزمت معايا واجتهدت شكل كويس قوي اللي احنا عملناه النهاردة. لو انت ذاكرت وحفظت اللي احنا عملناه وحليت ده كافي قوي قوي قوي, بالاضافة طبعا للامتحانات الشاملة اللي احنا هناخدها ان شاء الله. مستنيكم الفيديو اللي جاي, يونت 1 و 2 و 3 الوحدة, يونت 3 و 4 و 5 و 6 الوحدة الرابعة والخامسة والستة. ذاكر ذاكر وما تقلقش, I'm here for you, انا موجود عشانكو. Goodbye and see you next time, اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية.